يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا احتلم الشخص فخرج منه المني لكن بدون أن يحس بأي شيء من لذة أو حلم أو غيرها، فهل يجب عليه الغسل؟ نعم، النائم إذا وجد أثر على الاحتلام يجب عليه الغسل ولو لم يتذكر لذة، لأنه ما يدري نائم. قد قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء يعني الاغتسال من الماء، يعني المني إذا وجده بعد النوم ولو لم يذكر لذة، لأنه لا يحس بها وهو نائم. نعم.